متابعينا الكرام في السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية التي نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية والتي أشارت إلى اندفاع عاصفة رملية مع ساعات عصر ومساء هذا اليوم قادمة من مناطق شمال غرب المملكة، عبرت نحو المناطق الشمالية وتحركت لاحقا نحو العاصمة الرياض. تدنت بها مدى الرؤية الأفقية إلى تقريبا حوالي أقل من 100 متر 50 متر، وكانت معدومة في بعض الأنحاء وارتفعت نسبة الغبار بشكل كبير. على الجانب الآخر تشكلت سحب ركامية رعدية شديدة فوق مرتفعات جنوب غرب المملكة، جلبت معها أمطارا غزيرة بحمد الله. كان هناك بعض السحب الركامية الأخرى الرعدية في مناطق من شرق وجنوب شرق المملكة وجنوب المملكة، لكنها كانت أكثر محلية الطابع. كان لدينا سرعات رياح مرتفعة على المناطق الشمالية، جلبت وعملت على حدوث موجات غبارية بوجه عام. حسب آخر توقعات الرياح وخرائط الرياح، هذه إذن العاصفة الرملية التي كانت متوقعة أن تضرب وضربت العاصمة الرياض، وتوقع خلال ساعات الليلة هذه الليلة أن تستمر الرياح الشمالية الشرقية النشطة، وبالتالي يستمر الغبار وارتفاع نسبته في الأجواء بشكل لافت، ويتحرك غربا باتجاه بعض مناطق غربي الرياض وصولا إلى مناطق الدوادمي. وخلال ساعات صباح يوم غد تشتد هذه الرياح الشرقية، وبالتالي تعود بالغبار نحو مناطق أكثر غربية مثل أجزاء من حائل والمدينة المنورة، كما تمتد بعض الموجات الغبارية جنوبا باتجاه مناطق جنوب الرياض بما فيها أيضا ربما مناطق وادي الدواسر. خلال ساعات النهار يوم غد تستمر الرياح الشمالية الشرقية في عدة مناطق، طبعا تكون أجواء مغبرة حتى في المناطق الشرقية، وينتشر الغبار لمناطق مختلفة من المملكة بمشيئة الله تعالى. بالنسبة لتوقعات الهطولات المطرية، إذا مع ساعات هذه الليلة تضعف فرص الهطول، تصبح الأمطار محلية الطابع وضعيفة إجمالا، لكن الفرصة موجودة من ناحية السحب ممتدة من مناطق شرق المملكة مثل الدمام وجنوب الرياض وبعض الأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة كما تلاحظون. نهار يوم غد يتوقع أن تستمر وتعود الأمطار الرعدية فوق مرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية من المملكة، أجزاء من نجران، وتمتد إلى بعض الأحياء والأجزاء الجنوبية الغربية من محافظة الرياض، وربما تطال غدا منطقة وادي الدواسر من جديد، وتكون هذه الأمطار على شكل زخات رعدية عشوائية، لا يمنع أن تكون غزيرة في بعض المناطق بمشيئة الله تعالى. نستعرض أيضا أجواء هذه الليلة. إذن في العاصمة الرياض طقس مغبر بكثافة، درجة حرارة 25 درجة مئوية، والرياح تكون شمالية شرقية تقريبا معتدلة إلى نشطة السرعة في أغلب الأوقات. بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة والعظمى والصغرى الليلة القادمة في المناطق الشمالية، في إسكاكا 32-19، في عرعر 33-19، أما في تبوك من 34-19 درجة مئوية. في المدينة المنورة طقس غدا سيكون 36-26، لكن هناك في فرصة لأتربة مثارة. في جدة من 35-24، في مكة المكرمة من 39-29، أما في الطائف من 32-22 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الغربية في جازان من 35-21، فرصة لأمطار رعدية على مرتفعات أبها وعسير من 25-18، 27-20 في منطقة الباحة. المناطق الشرقية للمملكة في الإحساء طقس مغبر غدا 36-23، كذلك الأمر هو في الدمام أجواء مغبرة من 33-23، أما يكون في حفر الرباط الطقس يعني أقل من ناحية الغبار، وتكون درجة الحرارة 34-23 درجة مئوية. المناطق الوسطى في العاصمة الرياض طقس مغبر 35-25، ربما تصل بعض الموجات الغبارية للقصيم، تكون درجة الحرارة العظمى 34-23، وذكرنا أن هناك فرصة أيضا لتمتد بعض الأتربة المثارة مساء إلى حائل، وتكون العظمى 32 والصغرى 19 درجة مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة، إذا هذه نهار الخميس طقس مغبر 35، يتقل نسبة الغبار بشكل لافت في ساعات الليل، وتكون درجة الحرارة الصغرى 25 درجة مئوية. تظهر السحب والغيوم يوم الجمعة، وتكون درجة الحرارة 36 درجة مئوية ليلة 26. هناك فرصة لاشتداد في سرعة الرياح يوم السبت مع ارتفاع لافت على درجات الحرارة، تصل إلى 40 درجة مئوية في الرياض مع طقس حار، والصغرى 28، وربما تعود بعض الموجات الغبارية مع ساعات مساء يوم السبت بمشيئة الله تعالى. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.